ما فينا نضل شوي أكتر؟ مانيسة عن جد حلوة ولسه ما تجولنا فيها. مريم معها حق مولاي، لسه في أماكن كتير ولسه لهلأ ما شبعنا منكم. شو رأيك وياهم؟ مثل ما بدك يا مولاي، بس هلأ بيكونوا سليم وبيازيد عم يستنونا هنيك، وأنا يا مولاي ما برتاح بس كون بعيدة عنهم. معك حق، إذا بدكم روحوا اليوم لجولة. شكرا مولاي. مولاي الأمير محمد يا مولاي. محمد محمد عايش؟ ايه لساته عايش. محمد محمد شو اللي صار معكم؟ نحن كنا بالغابة وتعرضنا لهجوم بس ما عرفت مين. وين الحكمة؟ سرعة طالعوا النسوان برا. محمد وياه هيام، لا تعملي بحالك هيك، اهدي شوي. شيلي ايدك الوسخة عني واوعي تلمسيني. يلا عم تفكري فيه مانو مزبوط. هيام والله العظيم اللي صار مالنا اي علاقة فيه بنوب. اذا كان الك علاقة صدقيني رح اخذ لك روحي وبايدي. سلطانة فيكي شي؟ انا لازم فوت وشوف ابني. جاوبني بصراحة، ابني لساته عايش؟ طمني محمد لساته عايش، ان شاء الله رح يطيب، بس ما في قدامنا هلأ غير انه ندعي ولازم نصبر يا هيام. مولاي نحن ضمضنا الجرح وعملنا كل شي منقدر عليه يا مولاي السلطان، بس ان شاء الله ما يكون السهم مسموم. بابا. مريم. حبيبي. محمد كيف قدروا يعملوا فيك هيك يا ابني؟ مولاي الشخص اللي حاول يقتل الأمير قدروا يمسكوه. شايف يا سليمان شو عملوا بابني؟ محمد رح يقوم بالسلامة يا هيام ورح يرجع لنا.
مين يلي حاول يقتله لابني؟ مو معروف مين. كيف مو معروف؟ ما قالوا انه انكمش؟ قتلوه. طبيعي انهم يقتلوه، ما بدهم اياه يحكي الحقيقه. سليمان، بدك توعدني، وعدني انك رح تعاقب اللي حاول يقتله لابني. رح يتعاقب يا ويام، رح اخذ روحه بايدي. لو حتى مين ما كان يكون، حتى لو مين ما كان يكون.